ومن الأجندة مشاهدينا إلى أولى تقارير حلقة اليوم، وتحديدا مع برنامج كتاتيب، حيث افتتح في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة المعرض السنوي لبرنامج كتاتيب في نسخته الثالثة، والذي ضم 149 عملا خطيا. عن هذا المعرض السنوي نتابع معا هذا التقرير. لأنه جزء من روح الحضارة الإسلامية وتاريخها العريق، ومن أجل تعميق الوعي لدى المجتمع بفن الخط العربي، واستناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، في تنفيذ آلية عمل تولي الاهتمام البالغ بالمواهب الصاعدة، افتتح المعرض السنوي لبرنامج كتاتيب بنسخته الثالثة في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، وبحضور عدد من الشخصيات الهامة والطلبة وأساتذتهم. اليوم هذا المعرض هو تتويج، هو المعرض الثالث الحقيقة لمشروع كتاتيب، وهو تتويج لهذه الانطلاقة. وأيضا اليوم كانت تكريم المتسابقين في مسابقة كتاتيب، حيث كرمنا 14 خطاط في ثلاث خطوط، هي الرقعة والنسخ والديواني، واخترنا لكل خط فئتين، فئة الناشئة وفئة الكبار. الحمد لله دائرة الثقافة جزاها الله خيرا أقامت فكرة كتاتيب، هذه نفسها فكرة تعيدنا للماضي الزاهر، تعلم أبناءنا وبناتنا كيف يكتبون الخط العربي، خط القرآن الكريم. ضم المعرض 149 عملا خطيا ل 57 مشاركا، وشهد مشاركة 6 فتيات من مركز الطفل في مدينة دب الحصن، كما تم تكريم 14 فائزا من فئتي الناشئة والكبار الذين فازوا في مسابقات خط النسخ والديواني والرقعة، فيما نال جوائز التحكيم محمد النوري وتاج السر حسن ومحمد الحداد. أشكر الشيخ سلطان على كتاتيب لتعليم الخط العربي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشكر أستاذي الذي تعب علينا وبذل قصارى جهده لكي يحقق لنا وحصدت على المركز الثاني في مسابقة الخط الديواني، وإن شاء الله أتقدم أكثر. أنا اشتركت في معرض الخط بثلاث لوحات. اللوحة الأولى هي خط الرقعة، والخط الثاني هو خط الجلي ديواني، والخط الثالث الديواني نفسه. وأيضا اشترك في مسابقة الخط مع هذول كلهم، فكرموني ومشكورين على هذه الجائزة. شاركت بعدة لوحات، لوحات تشكيلية ولوحات زخرفية، وشاركت لوحات بخط النس تعليق وخط الثلث وخط النسخ، مركز على خط النسخ لأنه هو خط المصاحف، وأنا أطمح أن أكون خطاط المصحف الشريف. معرض كتاتيب فرصة ثمينة لكل محبي الخط العربي للاطلاع على الأعمال المميزة من خلال مواهب مبدعة عرفت الطريق إلى جماليات وأصول وفنون الخط العربي بعد عمل دؤوب مشترك بين الطلاب والأساتذة في عاصمة الثقافة لرعاية المواهب الصاعدة ونشر الثقافة العربية والإسلامية.